Bueno, listo. كنا تحدثنا فيما سبق عن ثنائيات ثنائيات بشكل عام يعني، وتحدثنا عن كيف احنا نبحث عن خواص هذه الثنائيات، وش اللي بهمنا من الخواص تبعت الثنائيات. عرفنا الأنود والكاثود، تحدثنا أيضا عن المكثفات، قلنا إن المكثف سعة الواحد فراغ هي سعة عالية جدا، بيستخدموا قيم أو أجزاء من الفراغ، الواحد ميكرو فراغ اللي هو واحد من مليون من الفراغ، النانو فراغ عبارة عن 1000 مايكرو، الديكو فراغ عبارة عن مليون مايكرو، مايكرو فراغ عبارة عن مليون ديكو فراغ. حكينا عن المكثفات الكيماوية ومكثفات التنتاليوم، حكينا عن المكثف السيراميكي والمكثف تبع الكريمر الضبط، وقلنا تستخدم المكثفات لتخزين الطاقة، وتستخدم كمرشحات لتنظيف التيار المتردد، وتستخدم في حجب مانع دخول التيار المستمر. نظرية العمل عند تطبيق جهد مستمر على طرفي المكثف، يبدأ لوحة المكثف بتخزين الشحنات، ويبدأ تيار كهربائي للمرور خلال المكثف بحيث يتوقف هذا التيار عندما تصبح شحنة المكثف مساوية جهد الشحن. طبعا هذا كله كلام نظري، لكن عند قراءة قيم المكثفات لازم ناخذ بالنا دائما ان المكثف اذا ما عليهوش تمييز خالص القيمه بتكون بمرنا خلال المكثف طبعا، انه اذا كان المكثف ما عليهوش تمييز خالص فالقيمه تبعته بالبيكو فراد، واخذنا مثال ان المكثف مكتوب عليه 4 او 47، هذا يعني انه هو قيمته 47 مايكرو فراد. إذا كانت السعة تبعته بالنانو يبقى لازم المكثف يكون محطوط عليه حرف الام، يعني ما فيش مكثف حتكون قيمته بالنانو إلا عليه حرف الام. يبقى مكثف ما لهوش أي تمييز بالبيكو، مكثف عليه حرف الام بالنانو، مكثف اللي بالمايكرو ممكن يكون محطوط إشارة المايكرو أو محطوط فاصلة عشرية. يا بحط فاصلة عشرية يا بحط لميو تبعت المكثف، مع ذلك بنعرف انه قيمه هذا المكثف او سعه هذا المكثف بالمايكرو فراد. حكينا عن قراءه المكثفات بثلاثه حلقات او بثلاثه اكواد، يعني بالكود الثلاثي، الاولاني لون دلاله، والثاني لون دلاله، والثالث معامل ضرب. يعني مثلا المكثف ال 104 هذا هو عباره عن 100,000 بيكو فراد او بيساوي 100 نانو فراد، والتحويل ما بين البيكو والنانو والمايكرو ضروري جدا انه يكون فيها استيعاب، لازم يعني عشان انت تعرف تغير المكثفات. المكثف الاربع خانات، الخانه الرابعه بتكون قيمه الخطا او نسبه الخطا زياده او ناقص، وعطينا جدول الها. المكثف طبعا يقاس بالملتيميتر ساعة عادي، لأنه قياسه بالساعة المؤشر على إنه يشحن ويفرغ، يعني ما بتعطيناش قيمة حقيقية، يعني بتقول المكثف بيشحن ويفرغ، لكن هل قيمته مضبوطة أو غير مضبوطة؟ الله أعلم. هنا طبعا أنا داري كذا مكثف، يعني بنلاحظ هنا مكثف 2200 ممكن يقرأ معايا 2% وأنا حاطط على الملي، على الملي نحط هنا على الملي فراد، على الملي فراد بيقيس 2.2 ملي فراد، طبعا لازم القيم هذه تكون مستوعبه، يعني لازم تكون ايه مستوعبه. قلنا انه حجم المكثف ما بدلنيش على السعه والجهد الا لازم ادلل عليه، يعني هذول مكثفين تقريبا متساويين في الحجم، لكن واحد 2200 وواحد 1000، واحد ابو ال 1000 35 فولت، ابو ال 2200 25 فولت، عشان هيك بتزمني المعلومتين مع بعض. السعه
والجهد بتاع المكثف لازم اكون عارفهم عشان استبدل مكثف بمكثف. ولو انا استخدمت مكثف جهده اعلى شويه بيمشي الحال. عموما المكثفات الكمويه عندي برضو اريحيه في استخدام في تغيير الساعه بتاعتهم، يعني انا ممكن احط مكثف ضعف الساعه او نصف الساعه، الموضوع مش مخيف، الموضوع ما هوش مخيف، يعني ممكن اضيف كتير على ساعته او انقص كتير من ساعته، بس اللي بيخوفني فيه الجهد، الجهد انا ما بقدرش استخدم جهد اقل من جهد المكثف. او بالاحرى اذا انت فاهم الجهاز تماما تماما يعني ممكن تنقص الجهد، لانك انت عارف مثلا المكثف محطوط 16 فولت، لكن انت عارف انه هذا المكثف مش هينزل مش ح... يعني ما بيوصلش الجهد ل 16، هو بيشتغل 5 فولت 5 فولت، لكن يعني هذا بيتبع مدى استيعابك لفهم عمل الجهاز، فاهمه كيف كويس ممكن انت تغيره. اما اذا انت مش فاهم لا اوعك، يعني في عندنا مثلا مرات في بعض دوائر السويتش مود باور سبلاي بيبقى الجهد الخارجي بتاع السويتش مود مثلا 110 فولت، اللي هي اسمها اونلاين باور سبلاي، اونلاين باور سبلاي غير عن الاوفلاين باور سبلاي. اونلاين باور سبلاي جهد الدخل اللي بيكون على المكثف كبير، لو الدائره ما اشتغلتش بيطلع على المكثف الخارج، يعني بيكون الدائره داخلها 270 فولت او 280 فولت دي سي، بعد ما تخش على دائره الشوبين بتطلع 100 فولت. الان لو صار على عطل في الشوبين بصير 270 فولت الداخل موجودات على الخارج، وبالتالي بكون حاطط مكثف 350 فولت. انت تقيس عليه 110 فولت تقول انا بدي اغيره بمكثف 150 او 100 او 200 فولت، لا ما بيزبطش معاك. فاذا انت فاهم عمل الدائره 100% تقدر انت تتحكم في الجهد، لكن انت مش فاهم عمل الدائره يبقى لازم تلتزم بالجهد اللي حاطه. اما بالنسبه للساعه انا بقول لك لا، في اريحيه عندك الساعه بتقدر تزودها شويه او تمتصها شويه. حطينا هنا مكثفات وشفنا قديش الجهد بأثر في حجم المكثف، شوف قديش حجمه كبر بالنسبة لل 2200، هذا صار 200 فولت، وشوف هذا حجمه قديش أكبر. تحدثنا أيضا عن المكثفات السطحية. تحدثنا أيضا عن المكثفات السطحية وقلنا إنه لهم أرقام، الأرقام بتكونش مكتوبة عليهم، يعني هذه المكثفات الأمامي لها أرقام، لكن هذه الأرقام مش مكتوبة عليها. وانما انت بتقدر تطلب الارقام هذه من الشركه، طبعا ما فيش عندنا شركه نطلب منها ولا حاجه، والقصه طبيعتهم زي هذه الصوره طبعا ما كانتش صارت تظهر المره اللي فاتت، هي اليوم ظهرت. هنا طبعا عندك تفسير لكل حرف ورقم موجود في الكود تبع هذا المكسر، كل حاجه موضحه امامنا هنا ما فيش داعي لمراجعتها. هنا العلاقة اللي هي بتهمنا بجد، اللي هي علاقة حجم تبع المكثف بسعته والجهد بتاعه، واتفقنا المرة اللي فاتت انه احنا ما بدناش نعقد الامور وما بدناش نبسطها على الاخر. انا عندي مكثف طول عرض ارتفاع، عندي مشكلة بستبدل بنفس المكثف. تخيل يا استاذ سلام اني نسيت لحط توصيل المكثفات على التوالي وعلى التوازي. ماشي يا سلام، توصيل المكثفات على التوالي نستخدم له نفس قانون توصيل المكثفات على التوازي، توصيل المقاومات توصيل المكثفات على التوالي، يعني بنعكس يعني قوانين التوالي والتوازي تبعون المقاومات هم بنطبقهم على المكثفات بس بالعكس، يعني التوالي بيكون توازي والتوازي بيكون توالي، لانه المقاومات لما اوصلها على التوازي بتنقص قيمتها، المكثفات لما اوصلها على التوازي بتزيد قيمتها، والعكس برضه بالنسبه للمقاومات، المقاومات لما اوصلها على التوالي بتزيد قيمتها، المكثفات لما بوصلها على التوالي بتقل قيمتها، ونفس القوانين هي المستخدمه، لكن مع اختلاف التوالي والتوازي. ماشي يا استاذ سلام؟ على فكره نسيت احط هذه النقطه ان شاء الله. نفس الابعاد الطول العرض الارتفاع، فك من هان وركب هان وما تخافش. لكن انت ممكن تستخدم النظريه هذه في انه انت تفك مكثف، يعني في عندك مكثف عطلان وفي الدائره مكثفات مشابهه،
بتفك مكثف مشابه وبتقيس السعه تبعته وبتستبدله بمكثف عادي، يعني مكثف مش سطحي. لو يعني مثلا المكثفات هذه لو انت ما لقيتش نفس السعه، انا زي ما حكيت لك اذا ما كانش المذبذب المكثف بيشتغل مع المذبذب حط نص القيمه او ضعفها، يعني الموضوع مش مخيف، الموضوع ما هواش مخيف، الموضوع بسيط، الموضوع بسيط. اقول لك لو انت نظرت في البورد هتلاقي في اماكن مكثفات مش موجوده، وهتلاقي في اماكن ما كانش فيها مكثفات المصمم اضاف لها مكثف، يعني دليل على انه هذه المكثفات بتحسن الاداء. طبعا عندي جهاز فيه 50 مكثف مثلا، لو انا رفعتهم بصير خردل الجهاز، اوكي، بس لو رفعت واحد اثنين ثلاثه ما بصيرش خردل. بالعاده زي ما قلنا احنا اذا انا ما لقيتش القيمه متوفره انا بوصل توالي وتوازي المكثفات. طبعا انا نسيت لي اطرح هذا الموضوع، بطرحه للدرس الجاي ان شاء الله لانه بده تحضير، يعني ما ينفعش انا افرجيك اياها بدون رسم لانه عندك موجب وسالب. اوكي يا استاذ سلام يا احمد سلطان، الحصه الجايه ان شاء الله بطرح الموضوع على نفسي. هنا حكينا عن الابعاد تبعت المكثف وقلنا انه سعه المكثف كثير مرتبطه بالحجم بتاعه، السعه تبعته كثير مرتبطه بالحجم بتاع المكثف. وحكينا ايضا امبارح على حكينا برضه، لا مش هذاك ممكن تصنف وقتها، بس انا مش يعني بركز في اللي انا مكتوب عشان اعرف ايش اللي بدي احكيه، يعني مش في الرسائل بصراحه لانه مش شاك يعني الشغله. حكينا عن دوائر تقويم نصف الموجه، الريكتيفاير هاف ويف، هنا اعطيت رسمه للدائره وقلت هنا مثلا 18 فولت بيك تو بيك اللي هو الترانس 6 فولت، حيطلع معايا 9 فولت بيك تو بيك. لو انا قسته بالساعه الانالوج حقيسه 2 فولت، انا فعلا قسته 2 فولت لكن ممكن يوصل معاك لحد 4 فولت برضه. لكن هذه القيمه طبعا هيختلف هذا حسب اختلاف الساعه، يعني كيف حسب يعني مثلا ساعات الديجيتال لو انت دريت التفاصيل تبعتها. صحيح زي ما قال لك مروان. صحيح. ساعات الديجيتال لو انت اطلعت عليها في منها ما بركز انه بتقيس لحد تردد 60 هرتز، وفي منها ما بركز انه بقيس لحد 100 هرتز، وفي بعضها نادرا بيركز بقيس لحد 200 هرتز. هذه الساعات الثلاثه لو انت جيت تقيس فيها كلها نفس الجهد هذا الجهد، كل واحده هتعطي لك له قيمه مختلفه عن الاخر، لانه طريقه حساب الساعه غير عن طريقه غير عن الواقع تماما، لانه هذا بالنسبه لها مش واقع، يعني لا هو اي سي ولا هو دي سي. في انا حاعطيكم الايميل تبعي، حاعطيكم الايميل تبعي على اساس انه الدرسين الجاي، طبعا الدرس الجاي حشطب فيه ان شاء الله كل حاجه، الدرس الجاي حشطب فيه اي حاجه في المواضيع، حيكون عندنا الدرس الاخير علشان ايش؟ نعمل مراجعة، بس الجاي حشطب فيه واكمل فيه شوية مراجعة. فبحاعطيكم الايميل تبعي. بس رجاء يعني استخدام الايميل لمرة واحدة، يعني حتستخدم الايميل بس عشان هذه المرة، بعد هيك حيكون الايميل تبعي عندك تقول لي مرحبا كيف حالك بس، ما تسألنيش في حاجة. بس معاك تسألني من هان لغاية الدرس اللي جاي فقط لا غير. ماشي يا اخوان، ارجو انكم تحافظوا على الخصوصية. طبعا الايميل تبعي هي هنا. وانا حانسخه هناك. ارجو من الاخوه مراعاه الخصوصيه، اوكي؟ فاي اسئله اي حاجه حاسس حالك مش فاهمها عشان انا اوضحها في الدرس الجاي، طبعا حتبعت لي بدري عشان الحق احضر الاجابه تبعتي. تبعت لي وخر ما تقوليش ليش ما جاوبتش، تبعت لي بدري. يعني الليله ابعت. دائره تقويم الموجه الكامله باستخدام القنطره تحدثنا فيها المره اللي فاتت اللي هي بهذا الشكل.
طبعا بنلاحظ هنا الفراغات امتلأت بالموديل الزرقاء. حكيت عن آلية عمل القنطرة، طبعا يمكن الأسلوب اللي حكيت فيه يمكن أول مرة بتلاقوا شرح بهذا الشكل، يعني زي ما بنقول هي عملية اجتهادية، يعني كل واحد كيف بيفكر يوصل المعلومة وماشي. بس أما هي يعني برضه إنه هنا مشينا مع الأحمر لحديت بالشكل هذا، وهنا كان السالب، بعد هيك السالب صار فوق. أنا ساعتها بقول طالما إنه اللود هذا ضله أرضي وهذا ضله موجب، فأنا وكأني قلبت الترانس، اللي قلبت الطرفين تبعات المحول، وبالتالي هذه تعتبر موجبة بالنسبة لهذا الثنائي، بالنسبة لهذا الثنائي. أو قلناها رياضيا يعني إنه ناقص الناقص هي عبارة عن زائد، يعني ناقص الناقص هو زائد. وهنا طبعا أنا قلبها الإشارة. وامبارح تحدثنا عن كيف نفحص القنطرة، طبعا القنطرة أربع ثنائيات، وعادي بنفحص كل ثنائي لحاله، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة في عملية الفحص. هذه أشكال لبعض القناطر، طبعا أشكال مختلفة، طبعا في شكلهم أسطواني كمان كتير. من خصائص اللي قلنا انا كنت مسجلها انا هنا، قلنا اهم حاجه بتهمني في الثنائي هم ثلاث امور مهمه جدا، يعني عشان استبدل ثنائي او اختار ثنائي لدائره بيهمني فيه ثلاث حاجات: تيار، جهد، التردد او المكان العمل. لانه اذا كان انا عندي ثنائي مثلا زي اللي احنا درسناه الدرس قبل اللي فات اللي هو الواحد ان 4007، هذا ثنائي بيستجيب لل 50 وال 60 هرتز، ماذا سيحدث لو انا شغلته مثلا على 1 كيلو هرتز؟ اذا انا شغلت الثنائي على 1 كيلو هرتز اول نبضه تيجي له مش هتفتحه صح. هتروح النبضه الاولى هيبدا يسكر، هتكون اجت الثانيه فهيضيع له خمس ست نبضات قبل ما يفتح، وخمس ست نبضات قبل ما يسكر. هذا اذا ما كانش عطل، يعني احتمال انه يعطل لما نعطيه تردد اعلى من التردد اللي هو مصمم عليه. فمهم جدا عندي التردد والتيار والجهد. هنا شكل رسمه للقنطره، هنا بقى زائد، هنا بقى ناقص، هنا طرفين دخل الاي سي. بالنسبه للتردد قلنا انه بالنسبه للتردد انه القنطره الثنائي لو كان اعطيته تردد اعلى من التردد اللي هو بيتحمله، فممكن النبضه الاولى ما تفتحه على الاخر، ما تلحقش تفتحه، وبالتالي يروح نص النبضه الاولى والثانيه والثالثه، بضيع له خمس ست نبضات قبل ما يفتح عن جد. ولما انا بده يسكر برضه بده خمس ست نبضات عشان يسكر. فبهذه الحاله بكون اضعف التوقويم من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه هو ممكن يكون تلف. يعني لو انت جبت الثنائي هذا ال 4000 ال 4007 وركبته في دائره سويتش مود باور سبلاي هيعطل بسرعه. السبب عطله في هذه الحاله هو التردد، ان السويتش مود باور سبلاي بتعمل على ترددات عاليه. طبعا هنا انا حاكي كيف تقيس الثنائي القنطره، يعني انا بالعاده مثلا يعني بدل الحكي الموجود هنا بالعاده انه هذا الطرف وهذا الطرف يقيسوا ما بين بعضهم اكنهم ثنائيين موصولات على التوالي، الطرف هذا والطرف هذا ما فيش بينهم قياس خالص، يعني الطرفين هذولا ما فيش بينهم قياس خالص مهما قلبت الساعه، لكن الطرفين هذولا الزائد والناقص في بينهم قياس باتجاه واحد، لكن هذا القياس بيكون دايرين على التوالي. نعم التردد بنعرف، ممكن في الداتا شيت يكتب التردد مباشره، واحيانا بيكتب طبعا التردد الاقصى بكتبه، لما بكتب عن التردد بكتب التردد الاقصى. طبعا التردد الاقصى مش امن في الاستخدام، مش امن يعني بيكون اقل منه، يا اما بيكتب الدوائر اللي بيشتغل فيها، يعني بيقول لك هذا سويتش مود ريكتيفاير، يعني بعرف في هذه الحاله انه بيعمل على ترددات مثلا فوق ال 20000 هرتز. بقول لك هذا مثلا لاين باور سبلاي او هذاك، بتعرف انه بيشتغل على الكهرباء العاديه تبعتنا. المهم انه الداتا شيت فعلا هي اللي بتعرفك ايش هو الطرد اللي بيشتغل عليه.
هنا عندي وحدة تغذية، هذه ما نقف عندها شوية، هي موجودة في الدرسين، مش فاكر إذا موجودة هنا ولا لا. ماشي، بنتحدث عنها بعدين. خلينا نحكي عن الثنائيات الباعثة للضوء. يعني هذا الرسم هذا حرجع له مرة ثانية. إذا هو موجود في نهاية الدرس هذا بأجيبه، إذا هو مش موجود بعاود أنا أرجع للصفحة. الثنائي الباعث للضوء اللي هو اللايت ايميتنج دايود، عندي اتصلح اليوم، يعني انا اليوم بشتغل على سرعه نت 4 ميجا. انا اليوم بشتغل على سرعه نت 4 ميجا. الدرس اللي فات واللي قبله كنت بشتغل على نت 1 ميجا. الثنائي الباعث للضوء، لكن طبعا سرعه عاليه. بس استاذ يحيى انا يعني الاولاد هم اللي بيشتغلوا الشغل هذا، وانا لقيت كذا احكي من لابتوب للاولاد، انا الكمبيوتر تبعي فيش فيه امكانيات، ما بقدرش اتواصل معكم من خلاله. يعني بعد ما تخلص الدوره هذه حيروح حاطط الكمبيوتر لاصحابه، وانا يمكن حكيت انه انا عندي يعني اكثر من لابتوب اشتغلت عليهم، اكثر من جهاز، عشان هيك الدروس تبعطرت معايا شويه. فاحاول ان شاء الله المها، وخلال الايام الجايه هذه قبل ما تنتهي الدوره على اساس اعطيهم كل المنهج اللي حكيت. انا استاذ يحيى يعني بالعاده يعني من ايام الويندوز 3 11 انا بشتغل على الكمبيوتر من ايام 3 11، وما ارقيش الاصدار الا وين بعد ما كل الناس ترقي اصداراتها، عبين ما انا ايش استوعب. يعني الثنائي الباعث للضوء ثنائي ضوئي عالي وواسع من البحث، احنا هناخذ شيء بسيط طبعا من الثنائي، مش كثير مهم عند الرمز هذا، لكن هو شكل. هنا اشكال الثنائيات الباعثه للضوء، في منها الابيض والازرق والاخضر والكذا كذا، يعني تقريبا معظم الالوان موجوده. ان قلنا الليد بتعني لايت ايميتنج دايود، لايت يعني ضوء، ايميتنج اشعاع يعني دايود مشع للضوء، دايود مشع للضوء، ثنائي مشع للدايود معناتها ثنائي، ومنه يقدح وظيفه هذا الثنائي وهي اصدار اضاءه. عندما يمكن لهذا الثنائي ان يركب بشكل ثانوي، يعني بالعاده هو ممكن اركبه بشكل ثانوي في الدائره، زي ما احنا حنشوف في دائره الباور سبلاي الجايه، انه لو حطيته او ما حطيته هي مش شغله. او ممكن احط لمبه بيان في اي حاجه. احيانا بكون الثنائي الضوئي جزء اصيل في الدائره، يعني بمر في تيار وهذا التيار يقوم بتغذيه دوائر ثانيه. تاخذ بالك، يعني احيانا بيكون ملوش قيمه في الدائره الا انه يفرجيك حاجه اظهار حاله، واحيانا بيكون في الدوائر بمرر تيار. يعني لو كنت انت مثلا بتشتغل في جهاز مش منزلي مثلا، يعني جهاز صناعي، الاجهزه الصناعيه، يعني لو كنت مثلا اشتغلت في مطبعه او في وين بقص الورق او ماكينه تحميض او من الاماكن الضخمه هذه، انا ما اشتغلتش في دوائر الارسال والاستقبال، يعني لو اشتغلت في المصانع هذه الثنائي غالبا بيمرر تيار لدائره معينه، وبالتالي عطل الثنائي هيسبب عطل للدائره. يعني الثنائي بيدل على ان الدائره تعمل زي ما يقول اكثر مما يدل على انه الجهد شغال يعني واصل، يعني مش مجرد انه الجهد واصل لهذه الدائره، غالبا ان هو ضرر يعني الدائره شغاله. هذا لاظهار الحاله، يعني الثنائي الموجود في الايكولايزر لو انا فكيت الثنائي بدها شغاله، بس انا بحكي الان عن ثنائي موجود في الاجهزه الصناعيه، في الاجهزه الصناعيه، الثنائي اللي موجود في الاجهزه الصناعيه بمر التيار اللي بيشغل الدائره من خلاله. بمر التيار اللي بيشغل الدائره من خلاله. ممكن يقطع النت لحظات ويجي. ممكن يقطع. قلت بدخل التيار من خلاله، فلما بتشتغل في الدوائر الصناعيه في اجهزه صناعيه
الثنائي بيكون جزء اصيل، غالبا هو جزء اصيل في الدائره. ومكتوب انه ممكن استغله فعلا كجزء اصيل في الدائره، ابعث من ضوء واستقبل من ضوء. اللي بيستخدم في في صوت الآن، في صوت. ماشي، انا فصلت النت شويه، انا النت فصلته شويه، النت فصل عني شويه. قلنا لما تحدثنا عن الثنائيات العاديه، قلنا اذا كان الثنائي مصنوع من السيليكون فإله جهد عتبه 6 من 10 فولت. إذا ثنائي مصنوع من الجرمانيوم له جهد عتبة 2 من 10 فولت. الثنائيات الضوئية ليد اللي هي مستخدمة لإظهار الحالة، المادة الخام المستخدمة فيها الألمنيوم جاليليوم أرسنيد. جهد العتبة تبعه بيختلف عن جهد العتبة تبع السيليكون. وكذلك كل نوع من هذه الثنائيات بنجد، طبعا هذا الأحمر اللي أنا بحكي عنه، كل نوع من هذه الثنائيات الضوئية بيستخدمون مواد تختلف عن المواد الأخرى، وبالتالي كل ثنائي حتجد له جهد عتبة يختلف عن الثنائي الآخر. لما هنا أنا بأذكر 2.16 من 10 فولت، هذا بيعني جهد عتبة، جهد عتبة. يعني أنا ما بنفعش أجيب مصدر جهد 2 فولت وأشغل عليه الثنائي بدون مقاومة، وهذا كلام حنحكيه كمان شوية. في عندي هنا جدول مأخوذ من الويكيبيديا الموسوعة الحرة. هنا عندي مثلا الانفراريد اللي تحدث عنه الأستاذ. انفراريد حوالي، طبعا جليليوم أرسنايد اللي هو مادة السرعة تبعته، اللي هو جهد العتبة تبعه حوالي 1.9 من 10 فولت. طبعا في منهم 1.2 من 10، يعني أنا قايس منهم شيء 1.2 من 10 فولت، لكن برضو هنا عندنا أرقام. مثلا الالومنيوم جليليوم هذا اللي هو 1.63 اللي هو الاحمر ل 2 فولت. جليليوم ارسنايد فوسفور او فوسفيد هذا مثلا كذا وهكذا. يعني كل ثنائي حسب اللون بتاعه حيكون له جهد بيختلف عن الثنائي الاخر، وهذا جدول تقدر انت تشوفه. طبعا لاحظوا هنا الابيض الوايت اللي هو بنستخدمه عاده في الاناره، في الكشافات بسموهن، هذا 2 أو 3.5 أو 3.6 من 10 فولت، 3.6 من 10 فولت. عشان هيك بنلاحظ إنه بركبوا مجموعة كبيرة على التوازي وبركبوا مع بطارية، طبعا من الناحية العلمية ساقطة جدا، لكن خلص بيشتغلوا، عارف بيشتغلوا. ترتيب أطراف الثنائي زي المكثف، الطرف الطويل بروح على الموجب، الطرف القصير بروح على السالب. الطرف الطويل انود، الطرف القصير كاثود. في السالب لاحظ انه مسطح فلات من هذا، ياخد بالك من هذا الفلات. حجم الكاثود الداخلي برضه لاحظ الحجم الداخلي كل شوي، يعني تمييز اساس انت تعرف كيف الثنائي. طبعا احجام الثنائيات زي ما انت شايف، احجام، في احجام صغيره احجام كبيره. في الحجم هذا يعني هذا من الحجم موجود وبثلاث الوان، هذا اشتغلت فيه نفسه. ما فيش ثنائي باعت الضوء جيد ومش جيد. يعني مثلا ثنائي يعني مثلا ثنائي زي هذا بيعطيك لونين، هذا بيعطيك لونين، فيش الواحد. اسرع حاجه احنا نميز اللون الاحمر، يعني اكثر حاجه بنميزها اللون الاحمر. لكن انا عندي مثلا بحط اللون الاحمر للباور سبلاي انه شغال، بحط اللون مثلا الاخضر انه دائره الترانسميتنج شغاله، اشتغلت، الجهاز كان ستاند باي، يعني التلوين على اساس انه ايش نفهم الحاله اللي فيها الجهاز تبعنا. الثنائيات الضوئيه البيض بنستخدمهم في الاضاءه.
هنا التركيب بتاع الثنائي دائما عقدا يا اخوانا. الثنائي لازم نركب معاه مقاومه، لازم نركب مع الثنائي دائما مقاومه. في يعني ناس كتير بيركب له مثلا 10 15 ثنائي على التوازي وبروح اللي هو شابكه مع حط التليفون. اول حاجه ده انا بحذركم انه هذا حرام، يعني لا يجوز، يعني ممنوع، هذه سرقه. يعني لما انت تستغل الحراره الموجوده في التليفون على اساس تضوء فيها البيت، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لانه الشركه بتعطيك هذه الحراره علشان هي تبيعك المكالمات اللي انت بتحكيها، مش عشان انت تضوء فيها. غير هيك الثنائيات هذه اللي انت بتحطها هي حوالي 3.5 فولت، انت بتحط مجموعه كبيره على التوازي، لانه نكتار بصير بمر فيه تيار عالي فبنحرقوش، لانهم بكون بصير اصبح هم بتحملوا تيار اكثر من اللي بتقدر تعطي لك اياه الشركه، وبالتالي هم بينحرقوش، والاسلاك هذه بتشكل المقاومه اللي في الطريق. نشوف كيف نحسب قيمة المقاومة اللي حنركبها. يعني المقاومة هذه اللي هي حتركب مع الثنائي، دائما لازم نركب مقاومة على الثنائي، لأنه زي ما أنا حكيت لك ما بيجوزش تكون الثنائي 2 فولت وأنا أجيب عليه مصدر جهد 2 فولت، بمر في تيار عالي وبنحرق على طول. هنا عندي الجدول هذا اللي هو فيه كل القوانين تبعت يعني الباور والتيار، الباور اللي هو الوات والتيار الأمبير والاوم. يعني لو انا كنت عاوز من خلال الجدول هذا اعرف تيار الامبير بيساوي الفولت على الاوم اللي هو قانون الاوم، او بيساوي الوات من قانون القدره على الفولت، او بيساوي تحت الجذر اللي هو الوات على الاوم تحت الجذر، بدي اعرف القدره لها قوانينها. طبعا هنا جدول ما فيش داعي لشرحه، انما هي موجود. بدي اعرف الفولت قديش ممكن استخدمها حسب طبعا ايش المعطيات الموجوده عندي، ايش المعطيات اللي عندي انا بتحاول استخدمها على اساس اسوي المعادله تبعتي. حيث طبعا التيار تبع الثنائي، الثنائيات العاديه هذه اللي عندنا، انا بتحدث عن الثنائي الاحمر او الاصفر والاخضر اللي احنا اللي مستخدمات في اظهار الحاله. هذول الثنائيات من 5 ملي امبير بيبدا يضوي. مركزين معايا؟ 5 ملي امبير بده يضوي، 35 ملي امبير لا مش 35، 30 ملي امبير بيبدا ينحرق، بيبدا يتلف. تيار امر في تيار 20 ملي امبير هو تيار مناسب، تيار 20 ملي امبير هو تيار مناسب، عشان هيك انا بقول انه خلاص انا حتعامل مع هذا الثنائي على انه تياره 20 ملي امبير، اصبح تياره 20 ملي امبير، والجهد اللي على طرفيه 2 فولت، جهد العتبه بتاعه 2 فولت. يبقى اصبح عندي الان معلوم انه عندي ثنائي 20 ملي امبير جهد اللي على طرفيه 2 فولت. كيف حاستخدم، كيف حاجيب قيمه مقاومه للثنائي؟ لو انا عندي وحده تغذيه مثلا 12 فولت، بدي اركب مصباح احمر او ثنائي ضوء احمر عشان اظهر الحاله، كيف حاحسب الحسبه هذه؟ نشوف كيف. هاي انا نرجع للدائره لفوق. هنا انا بفترض ان الفي اس 12 فولت، الثنائي هذا جهد عتبه 2 فولت، هنا المقاومه انا بطلع قديش قيمه هذه المقاومه. ما دام الفي اس 12، ال 12 حتتوزع ما بين ار والثنائي، كويس؟ الثنائي حياخد جهد عتبه 2 فولت، يبقى حيضل هنا من ال 12 هنا 10 زائد 2، 10 على المقاومه 2 على الثنائي، يبقى المقاومه هذه قديش بده يطلع عليها جهد؟ 10 فولت. هي 10 فولت قديش بده يمر فيها تيار؟ نفس تيار الثنائي اللي هو 20 ملي امبير. يبقى اصبح عندي حساب قيمه المقاومه سهل، حساب قيمة المقاومة سهل. لو رجعت للقانون اللي هنا اللي هو المقاومة ايش بتساوي؟ بتساوي الفولت على الامبير. الفولت اللي على طرفيها هذه المقاومة هنا، الفولت قديش؟ 10. الامبير قديش؟ الامبير قديش؟ 20 ملي.
وبحسب الحسبه عادي تماما زي ما انا حسبتها هنا، اللي هو التيار 20 مللي، الجهد 2 فولت، الجهد الكلي بيضل على المقاومه 10 فولت، بيضل على المقاومه 10 فولت، التيار اللي هيمر في الثنائي اللي هو 2 من 100 امبير، يعني حولت من الملي الى الامبير، يعني بجوز استخدم القانون على هذه الحاله. يبقى ار بتساوي، لا ليش 1000 اوم؟ ليش 1000 اوم؟ يعني لو انت نحسبها ال 1000 اوم، بعدين من وين جبت الخمسه؟ من وين جبت النص؟ نعيد الحسبه كمان مره. من وين جبت النص؟ من وين النص اجت يا كوثر؟ يا كوثر النص من وين جبتوها؟ عند التيار تبع الثنائي اللي هو 20 ملي امبير، يعني 2 من 100. عندي الجهد 10 فولت، 10 تقسيم 2 من 100. على الاقل اكون انا احسبها غلط، احسبوها معايا كمان مره. ايوه حد طرف ثالث يتدخل ويحسب. اه 10 تقسيم 2 من 100 قديش تساوي؟ وبعدين معاكم بعدين استاذ يحيى حل لنا هالمشكله. ايوه 500 اوم. ايوه 500 اوم، 500 اوم، مش 500، مش 50، 500 اوم، 500 اوم. يبقى 10 تقسيم 2% بتساوي المقاومه 500 اوم، يعني لو انا عندي جهد 12 فولت وركبت في طريق الثنائي مقاومه 500 اوم، حيكون عند هذا، حيدو هذا الثنائي ب 20 ملي امبير. طبعا ال 20 ملي امبير انا ممكن ازودهم، يعني اخليهم 25، بتزيد اضاءته شويه، ممكن اخليهم 15 برضه بضل ضاوي. يعني قيمة ال 500 اوم مش شرط انا اخليها يعني 500 اوم تمام، لانه يعني اصلا ما فيش مقاومات 500 اوم الا اذا تلاقيها مقاومات خاصة. في عندنا مقاومات 510، في عندنا مقاومات 560، في عندنا مقاومات 620، في عندنا مقاومات 470، كل هذول بيركبوا، كلهم بيركبوا. لاحظ قديش انا في معي اريحية هنا، برضه بتركب بس ولا يعني 1 كيلو بتركب وبيضوي ثنائي، لانه من 5 ملي امبير ل 30 ملي امبير بيضوي. بس كل ما انت خليته على جهد اضعف، كل ما انت قللت استهلاك الطاقه شويه وحافظت على حياه اطول لهذا الثنائي بس. فممكن 680 تركب، اما لما تذاكر انت الحسبه اوكي هي 500 اوم. لكن هل 500 اوم يعني مقدسه؟ لا، احنا ما بنشتغلش هنا في مذبذبات. هنا انا عندي ثنائي بدي يظهر حاله بس، يبين لي ان الجهاز والله هذا شغال، ما فيش داعي لاستهلاك الطاقه، يعني بدل 500 يوم ممكن اركب 680 يوم، ممكن اركب 1 كيلو. ما دام الثنائي بيضوي يبقى جنب الدور اللي انا عايزه اللي هو يظهر لي الحاله تبعت الجهاز. ارجو ان يكون الكلام واضح. طبعا انا ممكن اركب اقوى اي عدد من الثنائيات على التوالي، اي عدد من الثنائيات اللي بقدر اركبه على التوالي، واحد اخضر، واحد احمر، واحد اصفر. بأضرب هاي الثلاثة في اثنين بصير عندك ال 6 فولت على هدول الثنائيات مثلا، لو كان هذا الجهد 12 فولت 6 فولت يبقى بضل هنا 4 فولت، بضل هنا 4 فولت، برجع بعيد الحسبة كمان مرة، عندي 4 فولت، تيار 20 ملي أمبير، برضه بقدر أطلع قديش قيمة هذه المقاومة، هذا أنا أظن ما حسبتهاش، مين يحسب لي إياها؟ هدول 6 فولت، يعني بضل هنا 4 فولت، عفوا مش 4 ضل هنا 6، ايوه صارت خربط، ضل على هذه 6 فولت. التيار، لا التيار هنا مش هيزيد، هيبقى التيار هو هو 20 مللي، التيار 20 مللي يا محمد، التيار 20 مللي، ايوه ما بيزيدش، التيار واحد في كل الثنائيات. اه حد حسبها؟ قديش قيمة المقاومة؟ السحب يا استاذ محمد عندك انت هنا القدرة، القدرة انه هنا بصير عندك 3 يعني 6 فولت ضرب 20 ملي امبير،
لاعلى من قدره 2 فولت ضرب 20 ملي امبير. يعني الحسبه هي هي، بتزيد القدره صحيح، بتزيد استهلاك الطاقه صحيح. قديش بتساوي؟ 6 تقسيم 2 من 100، نعم 300 اوم تقريبا، 300 اوم تقريبا بالفعل. برضه 300 اوم هذه قلنا انها ما هياش مقدسه، انا ممكن اركب اقل منها. لا لا لا، وين 2500 اوم؟ حرام عليك. 250 اوم مع اضاءات السنوات اكثر. اركب 350 اوم، 360 اوم موجوده، او 330 اوم، القيمه الشائعه عندنا 330 اوم، اركب 330 اوم، اوكي بتخف الاضاءه شويه بس بوفر في الطاقه وفي ان شاء الله. 330 اوم، عادي. بقول لك انا في اريحيه عندك هنا استاذ يحيى، في اريحيه، يعني مش ما فيش حد ضاغط عليك انه لازم تركب 300 اوم. عندك من 5 مللي ل 30 مللي ثنائي ضوئي، لكن المقاومه اللي انت بتختارها زادت شويه او نقصت شويه مش مشكله. انا حسب يعني مثلا مش كل واحد حيقول لك الثنائي والله 20 مللي امبير، في حيقول لك انه نحسبه على 10 مللي، انا بحسبه على 20. يعني انت فهمت كيف؟ لانه هذا حاجه زي ما تقول بايد اللي بيشتغل الدائره نفسه. المهم هذه الحدود تصرف فيها، عندك الثنائي هي مواصفاته، هي خواصه، بتقضي عليه حوالي 2 فولت، بيبدو من 5 مللي ل 30 مللي، تصرف زي ما بدك انت. تصرفت على 330 ممتاز. طبعا هذه اللي حكيت عنها انه لا يجوز يا اخواننا توصيل الثنائيات الضوئيه على التوازي. الصينيين قلبوا لنا كل المعايير. الصينيين قلبوا لنا كل المعايير، وكل الكشافات اللي انت بتشوفها الثنائيات موصله على التوازي. انت ما بتقدر تطلع في هذه الثنائيات اللي تعرف انه ولا واحد حيكون ضوء بقوه الثاني. ولا واحد. كل واحد بتكون له قوه، لكن احنا ما بنقدرش نميز هذه القوه تبعت او قوه الاناره تبعت. ماشي الحال. يعني قبل ما تقولوا لي انا هنا بقول لكم ان الثنائيات لا توصل على التوازي. لا توصل على التوازي. لانه استحاله ان تتساوى لا في الجهد ولا في التيار. صحيح احنا قلنا تيارهم 20 مللي، لكن الجهد جهد العتبه ما مش حيكون. لكن الصينيين طبعا قلنا ايش؟ خرقوا الحاجات هذه كلها ووجدوا انه من الناحيه العمليه بتمشي، يعني من الناحيه النظريه محمد داتا، من الناحيه النظريه ما بتركبش، لكن عمليا هي شغاله، عمليا شغاله. يعني ما ماشي، انا فاهم احمد، انا في السوق يا محمد، يعني انا في السوق وشايف الاشي. برجع بقول كمان مره، من ناحيه يعني مثلا هذه الرسمه اللي هي دونت كونكت ليدز ان بارلل، مش 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 رسمتي هذه بالمناسبه، ما هيش الرسمه تبعتي، هذه رسمه احد الشركات المسوقه للثنائيات، بتقول لك تركبهم مش على التوازي، كويس؟ هذا كلام علمي. التطبيق العملي بقول انه يجوز، يعني ما دام انت يعني يكون واحد ضوي اكثر من الثاني مش مشكله. وحده تغذيه 12 فولت وحده، طبعا انه هنا في موضوع شباب بدي اطرحه انا. انا هنا في موضوع يعني بدي اطرحه. طبعا يا شباب احنا لما تحدثنا عن الثنائي بنكون الاساسيات اللي انا عاوز اوصلها لكم في هذه الدوره كلها وصلتها لكم. ركزين معايا، المادة العلمية اللي كنت بهدف ان اوصلها من خلال الدورة بتكون انتهت لحد هذه اللحظة. الان شغلنا تطبيقات. الان شغلنا تطبيقات. مفهوم؟ يعني انا هجيتها بعتبر انه ما فيش معلومة كنت انا عاوز اقول لك اياها الا قلتها، الا في حالة ما اكون ناسي معلومة. يعني مثلا انا ناسي معلومة توصيل التوالي والتوازي تبعت المكثفات، وايضا ناسي معلومة كيف تحسب السعة المقاومة تبعت المكثف، بس انا ممكن تحسب مقاومة المكثف تذكرتها واوجدتها. يعني المواضيع اللي ضايلة يا اما مواضيع انا نسيها، يا اما مواضيع زي ما قلت لكم احنا يعني ما يعني يكون حدا مش حاجة فيها. عشان هيك كتبت لكم الايميل تبعي وقلت خلال هاليومين هذول اللي عنده اي سؤال او استفسار يتفضل يقدم لي اياه، وقلت لكم انه هذا الايميل هذا خاص بي، يعني مش عامله انا للدوره، هذا الايميل اللي انا بحترمه لانه صار له سنوات طويله عندي وبحافظ عليه يعني. فمش عاوز برضه انه يعني ينبعث لي فيه على الفاضي، يعني بعد الدوره
انت ابعت لي قول لي كيف حالك استاذ ابو احمد وبس. اما انك يعني خليها خصوصيه الشغله، ماشي يا اخوان؟ خلينا نحكي في البوصله. عندي هنا محول، المحول هذا ان شاء الله، عندي هنا محول 12 6 فولت زي ما انتم شايفين، محول 6 فولت سنتر تاب ترانسفورمر اللي هو 6 هنا 6 هنا. انا استخدمته يعني هو 6 فولت 2 امبير ذو نقطه في الوسط. هذه مواصفات ايش؟ المحول. انا الطرف السنتر تاب ما استخدمتهش، استخدمت الطرف اللي هنا والطرف اللي هنا، شايفين كيف؟ في هذه الحاله ركبت انا قنطره باخذ هنا 12 فولت. لاحظوا تحت ايش انا كتبت؟ كتبت 12 فولت باور سبلاي 1 امبير. طب ليش 1 امبير؟ طب ما استاذ المحول نعم، ليش؟ طب ما هو المحول 2 امبير، ليش خرج 1 امبير؟ 6 زائد 6. حدا ممكن يجاوبني بسرعه على ليش الخارج؟ انا كاتبه 1 امبير مش 2 امبير. هو لما بيحكي لي على 6 فولت في 2 امبير، ماشي القدره تبعته 6 في 2 ب 12. كويس؟ لو انا كنت بدي اخذ منه 12 فولت عشان القدره تبعته تضلها ثابته لازم يكون 1 امبير، لانه في ال 6 امبير هذا الملف في ال 6 فولت، يعني هذا الملف بيعطي 1 امبير وهذا الملف بيعطي 1 امبير. لما بوصلهم على التوازي في نوع ثاني من التقويم معناتها باخذ 1 زائد 1، لكن لما بوصلهم على التوالي زي ما هم موصلين هيك باخذ بس 1 امبير. ممكن هنا نضيف ثنائي زي ما انت شايف، طبعا زي ما انت شايف هنا الباور سبلاي مش لازم له ثنائي، يعني 6 فولت 2 امبير، 12 فولت 1 امبير، 6 فولت 2 امبير، اذا 12 فولت بكون 1 امبير. نضيف لوحدة التغذية، قلنا قلنا وحدة التغذية هنا مش محتاجة لا 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 ثنائي ضوئي، يعني مش محتاجة. أنا الثنائي الضوئي بضيفه هنا إضافة، يعني لاحظ كيف أنا بضيف الثنائي الضوئي للدائرة إضافة عشان بس يظهر لي الحالة. إذا أنا بستخدم يعني عندي ترانس بالشكل هذا 6 فولت 6 فولت، اذا انا بدي اخذ منه 6 فولت بعمله تقويم موجه كامله. نعم قلنا انه هذا الترانس 12 فولت 6 فولت هو المواصفات تبعته 6 فولت 2 امبير، 6 فولت 2 امبير. عندي هذا الملف 6 فولت وهذا الملف 6 فولت. اذا انا وصلت الاثنين هذول على التوازي عن طريق الثنائيات، طبعا عن طريق الثنائيات باخذ التيار هذا زائد التيار هذا، لكن انا هنا بوصلهم على التوالي، طرف الوسط انا مش مستخدمه. خليك معايا لحظه احاول اشوف، انا هنا موصل 6 فولت 1 امبير مع 6 فولت 1 امبير على التوالي، وبالتالي التيار اللي حيمر في السلك هذا هو نفس اللي حيمر في السلك هذا، مش حينجمعوا. ماشي القدرة لازم تضلها ثابتة 12، تصرف من خلالها، تصرف من خلال القدرة، قدرة 16 12 6 في 2 ب 12. مش معقول لما بدي اخذ منه انا 12 فولت اقدر اخذ منه 2 امبير، لانه معنى ذلك انه القدرة صارت 24، من وين بدها تيجي؟ من وين بدها تيجي الطاقة هذه؟ ما فيش طاقة زيادة تجيني. ما فيش طاقة زيادة تجيني، يعني هو مش مولد، هو محول. كويس. قلت انه الثنائي اللي هنا موجود فقط لاظهار الحاله، يعني في واحد يمكن يقول لي مالك بتركز على هذه القضيه استاذ ابو احمد، ليش بتركز انه هذا لاظهار الحاله؟ لانه اللي لاحظت انه في بعض ناس يعني
بيعتقد انه لا يمكن تعمل هذه الدائره بدون سيناريو، وهذا مش صحيح. يعني هو مش لازم، هو وجود هنا لاظهار الحاله فقط. طب ماشي، انا اسال سؤال. يعني انا قلت اتفقنا انه احنا هاخذ من هنا 1 امبير، هنا لاحظوا محطوط عند فيوز 2 من 10 امبير. ممكن واحد على السريع يقول لي ليش 2 من 10 امبير؟ التيار 1 امبير، نعم. التيار اللي بقدر اخذه من هنا هو 1 امبير. ما له تيار الشبكة. نرجع للسؤال السابق. هو 2 من 10. انه قدرة الداخل تساوي قدرة الخارج. هنا عندي 6 فولت او 12 فولت 1 امبير. هنا عندي 220 فولت وبقدر اطلع الامبير، طبعا حلاقي اقل بكثير من 2 من 10 امبير، يعني 2 من 10 امبير يعتبر فيوز عالي. لانه التيار اللي حيمر في الملف الابتدائي صغير جدا مقارنه مع التيار في الملف الثانوي، لانه قدره اتفقنا عليها في اكثر من مره انه هي ثابته مع نقص شويه في المفقيد. فاكرين لما وصلت ترانزين مع بعضهم داخل واحد في خارج الثاني، دخل عندي مثلا 190 طلع 180 فولت، يعني كان في شويه فقد، وحكينا الفقد عالي، وياما حتى قلت للاستاذ يحيى انه لا احنا حنقسم الفقد بالفرنس هذا زائد الفرنس. قانون عدد اللفات، لا مش ملوش علاقه باللفات، بس على القدره. بتقول الجهد الداخل 230 في تياره اللي هو مش معروف يساوي جهد الخارج اللي هو مثلا 12 ضرب 1 امبير. من هذه الطريقه بقدر اعرف قديش التيار اللي بمر في الابتدائي، وطبعا حيكون تيار قليل جدا مقارنه مع الملف الثاني. هحاول اقف عند نقطه معينه. اللي كنت وعدتكم فيها اللي هو ايش؟ كيف تحسب السعة تبعت المكثف المقاومة؟ طلع علي هنا يا اخوان. طبعا هذا الدرس المفترض انه يكون تابع للمكثفات، انا نسيته على فكرة، ناس كثير ناسي هذا، وناس توصيل التوالي والتوازي في المكثفات. ماشي بيحل بال عنا يومين نراجع الحاجات اللي احنا ناسينها، وانتم ذكروني باي حاجة احنا ناسينها في هذا الموضوع، عشان ايش؟ ان شاء الله تكون الدورة متكاملة. لانه خلاص احنا تطبيقات الان، يعني ما فيش حاجة جديدة بدي احكي عنها، بدي احكي عن تطبيقات. طبعا بداية التطبيقات هي ها، يعني هنا حاطط بداية التطبيق. إذا لحقنا نحكي عن هذول الدائرتين بنحكي، ما لحقناش بنبقى نحكي إن شاء الله في الدرس القادم، نشوف. لكن هذا يعتبر لسه ما زال هو برضه يعتبر من التطبيقات، لكن المفترض كنا طرحنا أيام المكثفات. المكثف الكهربي له مقاومة أمية سميناها مقاومة مانعة المكثف إكس، يعني المقاومة تبعت المكثف إكس. وتقاس بوحدة الأوم، تتغير هذه المقاومة تبعت المكثف حسب المقاومة التردد، فكلما زاد التردد قلت المقاومة، كلما قل التردد زادت المقاومة، وتتناسب عكسيا مع كل من السعة والتردد، ويمكن حسابها من القانون. السعة المقاومة تبعت المكثف واحد على 2 طا اف سي، هذا القانون، واحد طا، واحد على 2 طا اف سي. طبعا الواحد هي الواحد احنا عارفينها اللي هو واحد، الاثنين هي اثنين، هذا اللي هي الثابت عارفينه ال 22 على 7، هذا الثابت ال 22 على 7. الاف اللي هي التردد، السي اللي هي سعة المكثف بالفاراد 3 و14 او خلص. نعم اللي هي 3 و14 او 22 على 7، نعم. عادي احنا بنعوض في هذه المقاومة عشان نطلع مقاومة المكثف. طبعا ما تنساش انه السعة بتكون بالفاراد، تأكد تماما وتذكر كويس السعة بالفراد. من هنا بتيجي مهم جدا عمليات التحويل، التحويل من فراد لميكرو فراد لميكرو فراد مهم جدا، لانه علشان تستخدم هذا القانون لازم تعوض عن السعة بالفراد. طبعا حتلاقي حالك بتكتب الفاصلة وراها مجموعة كبيرة جدا من الاصفار، عد الاصفار كويس عشان تطلع معاك المقاومة صح. ماشي، عد الاصفار كويس عشان تطلع المقاومة صح. طبعا نفس القانون هذا ممكن انت تعاود بطريقة ما انك تستخدم، تقول انا بدي سعة المكثف اللي مقاومته كذا كذا، اللي هو نوع من التطبيق على القانون.
في حاله التيار المستمر طبعا. هنا في حاله التيار المستمر ده يكون التردد مساوي للصفر، يعني هذه اف بتكون صفر، معنى ذلك واحد على ما لا نهايه يبقى مقاومه لا نهائيه للمكثف. هو الاف هتساوي 50 هرتز. الاف هي 50 هرتز. الاف يبقى 50 هرتز. طبعا احنا الدرس انتهى. وماشي الوقفه تبعتنا مناسبه جدا اليوم، انه احنا واقفين عند التطبيقات، انه احنا واقفين عند التطبيقات. الدرس الجاي ان شاء الله كله حيكون تطبيقات على ما سبقت دراسته، حيكون تطبيقات على ما سبقت دراسته. وبرضه حيكون مجال واسع للي بده يسال، يعني مثلا الدرس الجاي ان شاء الله ممكن يوقف على ربع ساعه، يعني ما لقيتش حدا يسالني حاجه حيكون انتهى في ربع ساعه. ماشي؟ لقيت حدا يسال بنلاقي ماده نحكي فيها. ما لقيتش حدا اسال يمكن يخلصته في ربع ساعه في نص ساعه، فحيتتبع الدرسين الجايات على مدى استيعابكم او ايش هي الاسئله اللي انتم حابين تسالوها في هذا الموضوع. ونتمنى ان شاء الله اني اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للتمرين طبعا انا حاولت نفتح لكم صفحه على القريه الالكترونيه، ما كانش في تواصل كافي. ماشي الحال، يعني ربنا يسهل ان شاء الله. انا متاكد انه لو انت حاولت تشتغل بايدك حتستفيد وحتتعلم، وهذه الاساسيات قديش انت استفدت منها تكون قوتك او استفادتك في فهمك لباقي الدوائر الالكترونيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.